بالله عليكم تعملوا ايه؟ بالله عليكم حديث واحد بس وحديث عظيم جدا هو في الفتحه، والفتحه قلنا هي الام. لو اشتغلت مع الفتحه هيجيب لك بعد كده بقيه الصور، ما اشتغلتيش عمرك ما هتجيبي. فصلت الصلاه اي الفتحه بيني وبين عبدي. الله في الحديث القدسي اطلق على الصلاه هي الفتحه. الصلاه كلها هي الفتحه. يعني الفرق الصلاه ما تفهمش غير الفتحه، هي ركن وركن. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تخيلي وانت بتقول الحمد لله رب العالمين في ربنا بيقول لك حمدني، بيقول لك انت وانا. فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. الحوار بينك وبين ربنا وانت بتفكري في المطالب المقاليه اللي هتعمليها للعيال بعد الصلاه عشان يتغدوا. او تيجوا الجماليه بتاعت ابو محمد عشان يطلع مقمع كده ويروح الفرح. ايه ده؟ ايه ده يا اب؟ في المطبخ؟ قلت الله اكبر يا اب، انت بتكذبي؟ يعني مفيش حاجه بعد كده تدخل. مالك يوم الدين. قال الله مجدني عبدي. طب ازاي انت عظمت ربنا وانت ابنك مليان طبيخ ومطبخ ومشاميلها وهتروح الفرح واختك وهتروح عند امك وبعد ستك على ما خلصت الخمس ركعات كنت عملتي برنامج لغايه اللي انت هتعمليه بعد كده. دي مش صلاه. فاذا قال العبد، خلي بالك بقى بالقنبله اللي جايه دي. فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين، خلي بالك من اللي جايه دي. يا سلام على الكريم الرحمن الرحيم. قال هذا بيني وبين عبدي. الله اياك وحدك، اياك لا نشرك معك واياك نستعين. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الايه الايه قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال. وانت بتفكري في المحمول هتشتري كارت عشان تشحني الكارت او تفكري تغيري المحمول او تغيري البلوزه او تعملي كذا. ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ القلوب دي شغاله ايه؟ وخلي بالك ده اربع ركعات، أربع ركعات بتقول فيهم الفاتحة، ولا مرة استشعرت هذا الأمر. تعرفي إن الصلاة دي هتتلف. صلي فإنك لا، قال له كده. راح صلى وصلي، صلي فإنك لا تصلي. ثلاث مرات، قال له جيت غير ذلك علمني. قال إذا وقفت فقفت مطمئنا، فاقرأ مطمئنا، فاركع مطمئنا. الاطمئنان يعني جوارحك وعلى رؤساء القلب وصلت الفشل فوق بالملك. ولذلك تقولي بسم الله الرحمن الرحيم اي ابدا تلاوتي مستعينا بالله في الاداء والتوفيق وطلبا للقبول. هي دي معناها زي ما قال الشيخ الساعدي رحمه الله. انت بقى بتخش الصلاه عشان تفتكر هتتعشي ايه وتتغدي ايه؟ والله يا عم الشيخ ما بفتكر حاجه، العيال شغالين، عيال ايه؟ ولذلك ربنا حذرنا، خلي بالكم يا جماعه من الحكايه دي، قال يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. اعلى حاجه في ذكر الصلاه، يعني ما تلهكوش عن ذكر ربنا. هو ليه ربنا نهى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى؟ ليه؟ لا الصحابه ما كانوش بيتوهوا وهم بيشربوا الخمر، لكن كان بيسرحوا، لكن كان يعرف مين ده والكلام ايه؟ مش بيمشي زي الخماره اللي هنا، لا ده الخمره كانت عندهم كانت بقى زي الميه، والواحد بيسكب من الميه ولكن بتعمل نسبه سرحات. دلوقتي احنا عندنا الدنيا اكتر من خمره والله، عامله لنا غيبوبه. انتوا مش حاسين بكده ولا ايه؟ الدنيا دي معنى الخمر ايه؟ بتغير عقلك، بتغير عقلك عن حياتك. حياتك في الصلاة القرآن بتعملك عملية ترهيب. الدنيا دلوقتي اللي انت بتنشغل بيها دي الدنيا، انت عارف لو حلقة التخطيط انشغلت بيها دنيا. حتى لو انشغلت بالخير مش بالشر. ما تربية اولادك دي خير بس مش في الصلاة. الشيطان بياخدك ينقلك من خير، بينقلك من خير عالي ويضحك عليك بحتة بونبوناية ويسيب لك الوجبات التانية. لا ده بضحك عليك. كملت الدنيا. هي 16 دقايق في خمس صلوات ب50. يعني ساعة وعندك 23 لزوجك ولعيالك، واحنا بنقول لك سيب عيالك وزوجك. بس هتخش الساعة دي ال 10 دقايق لازم تكوني
ما بتهرشيش لا جوه ولا بره. يعني عينك رينش بتاع عين قلبك، ما القلب له عين برضه خدي بالك، لو عين قلبك ما ترمش للدنيا يعني عينك عامله كده متوجهه لله. فلو انت جهدت نفسك في الفتحه هتقدري تجهدي نفسك في الاخلاص وفي الفلق والناس. ما انت بتقري زي ما صورة الفلق مع صورة الفاتحه في الصلاه. حد انت كل الاخوات برمجوا حياتهم، الاخوه برمجوا على حياتهم الفاتحه وكل الله احد، الفاتحه الفاتحه تاني كل اعوذ برب الفلق الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر، ما فيش غير كل الله احد كل اعوذ برب الفلق واذا جاء نصر الفتح الفتحه بس. وده من اسباب السهو في الصلاه، ولذلك مهم جدا عشان ما تسيبش الصلاه انك لو حافظه كويس عامه تبداي من عامه خلصتيها تبداي من النزعات عبث والتكوير في الصلاه. حتى لو قاري مقدار سوره الفلق ثلاث ايات بس المشكله يعني ايه عبث والتكوير جاءه الاعمى. الاعمى جه للنبي جه ليه؟ وما يدريك العبث عشان يزكي عشان والله ما زكي نفسي جه عشان تزكي لا الأعمى جه ليه عشان يزكي وأنت مش عايز تزكي ولا إيه؟ أنت من غير تزكية هتضيعي وهتضيعي عيالك وهتربي عيالك على الضياع وجوزك هيضيع كلكم هتضيعوا. وخلي بالك هتضيعوا وأنتوا فرحانين مش حاسين بحاجة. الحمد لله إحنا منقبة وبصلي ولا بصلي ولا حاجة، بصلي في فصل قلبك بعيد خالص عن الصلاة. والصيام بتقوم الظهر وتغسلي المواعين لغاية العصر وبعد العصر جهاز الأكل وبعد الأكل بعد المغرب تغسلي المواعين وبعد كده تعملي الكنافة وتنامي. إيه ده؟ ولا أي حاجة. وبتقري الورد في الاخر عندكم كنافه؟ تمام كنافه؟ طبعا ده يعني يعمل شيء ده شهر رمضان شهر الحلويات. ذاق طعم الايمان، ذاق الطعم تذوقنا باللسان تذوقنا بالامعاء الغليظه والامعاء الدقيقه، لكن القلب ده مش عايزين نتذوق ابدا مش عارف ليه. ربنا يصلح كلنا. فالمساله مشوار طويل والعلاج طويل، ولازم في السجود لو انت في السجود تقول يا رب ارفعني بالقران، يا رب اشرح صدري بالقران، يا رب سيدي بالقران، يا رب يرزقني العمل بالقران. لو ما عندكيش دعاء عمرك ما تتفاعل مع القران يعني عمرك. لازم دعاء من اسباب التعامل مع القران الدعاء. انت بتدعيش يبقى انت مش عايزه غنيه،